من جهته قال نقيب جامع القمامة الشحاة المقدس إن اجتماعات اليوم مع وزير البيئة كانت بمثابة تصحيح بشأن حقوق جامع القمامة. مش أول اجتماع، احنا عديد من الكبير لتنسيق ووضع يعني قوانين المنظومة الجديدة في عملية النظافة، والحمد لله تم التنسيق بيننا وبين معالي الوزير وضمان حقوق جامع القمامة، وبإذن الله تعاون مثمر وإيدينا في إيد معالي الوزير ومصر هتبقى نظيفة إن شاء الله. كان في شركات أجنبية واخدة حقوق الزبالين، وكان في برضو عدم تعاقد من قبل هيئات النظافة والمحافظين، لكن دلوقتي أنا بقى يعني بحسب اليوم ده إنه ثورة تصحيح لجامع القمامة. تم انتهاء عقود الشركات الأجنبية وممنوع التعاقد معها مرة أخرى، وإحنا خلاص اللي كنا مهمشين ظهرنا، وبإذن الله سنتعاقد وننظف مصر بالتنسيق مع معالي وزير البيئة.